11:14 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. مشوارنا متواصل معكم في رمضان والناس باش نحكو على مبادرة مناظرة، باش نتعرفوا على المبادرة هذه شنية أهم أهدافها وكل التفاصيل اللي تخص هذه المبادرة. حاضرة معنا عبر الهاتف مدام جيهان الرحال باش تعطينا تفاصيل هذه المبادرة، وحاضر معايا في الأستوديو أحسان. رحب بك أحسان. مرحبا. مرحبا مرحبا بكم من الناس الكل، صح رمضانكم، رمضانكم مبروك، صح صيامكم. أعلنا عليك إن شاء الله. شكرا لك أحسان. وحاضرة معايا عبر الهاتف مدام جيهان الرحال. صباح الخيرات. صباح النور. مرحبا بك مدام لمزة، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل على إثير راديو قفصة. مرحبا بأحسين زادة بحبيك. شكرا، يعطيك الصحة جيهان. مرحبا به معاكم باش نتعرفوا على مبادرة مناظرة، باش نعرفوها وباش تعطينا التعريف متاعها أهدافها، وباش نعرفوها بصفة عملية من خلال تجربة أحسان مع هذه المناظرة. جيهان، في البداية خلينا نتعرف عليك ومعناها تعرفينا للمستمعين. شكرا مدام لمزة. معاكم جيهان الرحال، المنسقة الإعلامية بمبادرة مناظرة من قسم الاتصال. وكما تفضلت وحكيت باش نحكي لكم عنها شنو مبادرة مناظرة للناس اللي ما يعرفوهاش. مبادرة مناظرة هي منظمة تبع المجتمع المدني، تأسست في تونس توا عندها 11 سنة، تشتغل في تونس وتشتغل مع الشباب اللي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من الأهداف اللي تسعى لهم من خلال العمل نتاعها هي إرساء منصة مستقلة وشاملة للنقاش والمناظرات للناطقين باللغة العربية مع الشباب اللي من البلدان العربية عموما، ومن خلال مشاريعها اللي في تونس يعني تشتغل مع الشباب التونسي باللهجة التونسية. يعني باش يكون المعلومة توصل يعني بسلاسة، وتكون يعني معلومة توصل للناس الكليكة من غير ما نصعبها. وتسعى أيضا إلى تمكين الأفراد يعني من إيصال أصواتهم بغض النظر عن العمر نتاعهم ولا النوع الاجتماعي أو الخلفية السياسية ولا حتى الجندر. معناه ممكن تتفكروا الكونسيبت بتاع المناظرات دخلت بيه مبادرة مناظرة. كانت تفكروا الانتخابات نتاع التشريعية والرئاسية عام 2019 مشاركة مع التلفزة الوطنية، كانت من يعني من توضيح مبادرة مناظرة، وكل شيء كان من يعني حضرت مبادرة مناظرة. كيف المشاريع مختلفة اللي تشتغل عليها مبادرة مناظرة في عدة مجالات، كما مثلا صحافة الشأن العام، وهو برنامج يعني مع بشاركة مع إذاعات جمعياتية في جل جهات الجمهورية للحديث ومناقشة مواضيع تهم الشأن العام في المحل في عدة جهات. كيف برنامج زعمة اللي هو ضمن مشروع صنع الرأي باش نحكي فيه، أيضا نشتغلوا مع الشباب الليبي من خلال مشروع الحوارات الكبرى. كيف اشتغلنا مع شباب في لبنان من خلال مشروع لبنان تاون هول، وتوا رجعنا بمشروع صنع الرأي أيضا أنباراليل ما بين تونس ومدين لبنان. وفما زادة بروجي اللي هو الأعلام المجتمعي للتغيير الاجتماعي أيضا بشراكة مع المعهد العربي حقوق الإنسان والكتيبة. يعني مختلفين المشاريع متاع مناظرة. فما زادة ميدان تاون هول اللي كان إنه من خلال يعني المشاريع هذه اللي تشتغل على الصحافة صحافة الشأن العام وعن المواضيع تهم الشأن العام في تونس، انه يكون فما مجال الشباب باش يعبر هو باش يحكي وباش يناقش هو المواضيع اللي تهمه وتهم الجهه بتاعه وتهم بلاده ان جنرال من خلال المناظرات ولا من خلال كونسيبت التاون هول اللي زاد دخلته مبادره مناظره. بالنسبه للمشروع صنع الرأي، وهو مشروع جديد اطلقته مؤخرا مبادره مناظره في تونس وفي لبنان، انطلق في بداية شهر فبراير اللي فات، وهو برنامج شبابي يهدف إلى تعزيز ثقافة المناظرات في كل من تونس ولبنان، تمكين جيل جديد من قادة رأي لتشكيل نقاشات وطنية مهمة يعني، ويهدف إلى خلق منصة خاصة للشباب والنساء والفئات غير المسموعة لمناقشة مواضيع يعني حارقة، مواضيع آنية داكتواليتي تهم البلاد وتهم الشأن العام. ينجم زادي أكد لك ممكن
مدام لانيا شوية ضيف بأحسن أن الشباب اللي مشاركين في المشروع هذا واللي تم اختيارهم يعني تم اكتشي من جل جهات الجمهورية وفما التكافؤ ما بين الإناث والذكور يعني ما فما لاباريتي وفما التناصف بين الجنسين كما احنا نقوله وفما يعني حضور يعني ضمين مشاركة الفئات الغير مسموعة خلينا نقوله نعم به اللي نفهموه طبعا مبادرة مناظرة تشمل بالأساس وتستهدف بالأساس الشباب جيهان ومن هؤلاء الشباب حاضر معنا إحسان المغزاوي تحكينا على تجربتك إحسان به تحية للناس اللي يسمع فينا الناس الكل شكرا لكم على الاستضافة أنا ساعة نعرف بروحي إحسان مغزاوي باحث بمرحلة الدكتوراه أستاذ تعليم ثانوي بوزارة التربية نشارك لأول مرة مع مبادرة مناظرة في مشروع صناع الرأي الحقيقة أنا نعرفها من قبل المنظمة ما كانش عندي حتى مشاركة معهم إلا أني حاولت أني نشارك في البرنامج هذا على اعتبار أني شاهدت نسخ سابقة من برنامج زعمة بالذات هذا اللي شاركت فيه اللي يرجع بصيغة أخرى ولكن في العموم هي متعلقة بمجال المناظرات اللي أنا عندي فيه تجربة سابقة اللي أنا لأنه في عدة جمعيات كنت ناشط في مجال المناظرات في بطولات وطنية في بطولات دولية في التحكيم فمجال المناظرات بكونسبت آخر مش اللي تخدم فيه مبادرة مناظرة كنت موجود وهذا كونسبت جديد حبيت أني نشارك فيه وقت اللي سمعت ما ترددتش باش أني نشارك معه شنو هو الهدف اللي كان عندك أحسن وقت اللي حبيت تشارك في المبادرة هذه كيف ما كنت نحكي فإنه مجال المناظرات هو ضمن دائرة اهتماماتي منذ البداية ونشطت فيه على مستوى التناظر على مستوى التدريب على مستوى التحكيم فالمجتمع هذا مجتمع التناظر كنت داخل فيه عندي سنوات من عام 2019 من الوقت اللي كنت نقرأ في الجامعة تلقيت تدريبات وعطيت أنا تدريبات وكنت محكم وغير فالمجال هذا كان معناها وقت اللي نلقى فرصة باش نشارك فيه حاولت أن نشارك خاصة الهدف بالأساس علاش مبادرة مناظرة في المشروع هذا بالذات لأن الكونسيبت متاع التناظر لهنا مختلف كنا قبل نعملوا التناظر اللجنة هي تختار لك البوزيشن متاعك معاه وإلا ضد في مبادرة مناظرة لا مبادرة مناظرة تطرح موضوع وتشوف الناس مواقفهم الأصلية موقفك معاه وإلا موقفك ضد وبناء عليه تحطك في الفريق اللي باش تشارك فيه وكأنها أحسان معناها مناظرة مبادرة مناظرة أقرب للواقع من الواقع معناها الرأي باش يكون بالضبط صحيح هي واقعية من بدايتها إلى منتهاها من خلال المواضيع اللي تختارهم من خلال البوزيشن بتاع الناس اللي باش يقدموا المناظرة فحتى شو ما فماش حتى جانب من الشو فيها ماهيش استعراض هي فعلا قضايا وطنية تلامس شرائح متعددة من المجتمع حتى لو كانت تشوفوا الحصص كلهم أو المناظرات الكل كانت مواضيع يهتموا بها الناس الكل مواضيع يطرحها أو يستدعيها الواقع الوطني اللي احنا نعيشه فيه فما كانش فما النظر للجانب الاستعراضي على المضمون لا بالعكس تماما كان المضمون يحوز اهتمام كبير على هذاك وقت اللي تم قبولنا تم يعني تخصيص وقت طويل للتدريبات في مختلف المواضيع كانت حاب نحكي عليهم في الأثناء أما كانت فما تدريبات مكثفة لمدة أيام طويلة فش تمثل التدريبات هذه أعطينا فكرة هو بعد ما تم خلاتك فش اختارونا من البداية وبعد نوصل لهذا في البداية أنا شفت أنه عاملين إعلان خممت أني نسجل لكن من بعد المشاغل وكذا نسيت ذكرت في آخر نهار وأنا وقتها نخدم فخرجت في ساعة كروز من المعهد وكنت في الشارع دخلت الكهرباء وسجلت الفيديو المطالبين به وكملت عمرت الفورمولير الكل شو مضمونه الفيديو؟ الفيديو يعني يعطيك 99 ثانية وتتبنى قضية وتدافع عليها شوفوا كيفاش تحلل كيفاش اسلوبك تقنع الحجاج اللي باش تعتمدهم هل قادر انك تسترسل في الخطاب
بشكل يسمح انك تكون فعلا انسان مؤثر في الميديا والا لا. واضافه لهذا فما مش كان الفيديو فما حاجه اخرين اسئله متعدده, اسئله في الشان العام, في القانون, في مواقفك الذاتيه. هذا الكل انا الحقيقه اعطيته حقه وكنت نعرف اني باش نتقبل على خاطر فعلا خصصت وقت طويل وتعاملت معها بجديه كامله باش اني نعمر الاسئله هذوكم وكنت ننتظر الحقيقه, كنت ننتظر في الميل نتاع القبول وفعلا هذاك اللي صار. بعد ما تم القبول هذا واعلامنا بالقبول توجهنا للتدريبات. انا وصلنا تو للتدريبات. التدريبات الاولى امتدت 10 ايام كامله تدريب مكثف. وقبل هذا تعدينا في بلجنة. اللجنة هذه فيها سي بسام السويسي اللي هو مدير مشروع صناع الرأي, فيه كذلك مدام هاجر تليلي اللي هي دكتورة في علوم الإعلام والاتصال, فيه كذلك سي محمد اليوسفي اللي هو رئيس تحرير موقع الكتيبة, فيه كذلك الأستاذة أخرى شادية خضير, إن شاء الله نكون نطقت الاسم صحيح, اللي هي صحفية ومعدة برامج. بالضبط. فكانوا فعلا تعدين على النجلة الناس الكل وطرحوا أسئلة معناها ارتجاليا نجاوب عليها ما فماش تجهيز مسبق. يفاجئوك أسئلة في الثقافة العامة, في الشأن العام, في أنا باش نعطي أسئلة طرحوا علي مثلا. أنا طرح علي السي محمد اليوسفي على القانون الانتخابات الجديد اللي صار بعد 25 جويليا, هل هو إقصائي أو غير إقصائي؟ يعني حتى المواضيع كانت مستجيبة للحظة الرهنة. اللي نفهمه إحسان أن اللي يشارك في المناظرة هذه ويتم قبوله يلزم يكون ملم بالشأن العام في كل الجوانب الاقتصادية, السياسية, الاجتماعية. بالضبط. يلزم يكون عنده قادر أبسط شيء, قادر أنه يبني موقف, قادر أنه يبني رأي, قادر والمواقف والمواقف ما تتبني إلا بحجج وإلا برشة معرفة. صحيح. يلزم يكون عنده معناها خلفية معرفية وثقافية حتى لو كان يكون مختصر. احنا مثلا أنا مثلا ما هوش اختصاص القانون, ما هوش اختصاص اقتصاد, ما هوش اختصاص كذا, ولكن كنا في التدريبات نتلقاه في تدريبات مختص معناها في الشأن هذا, وحضورنا الإعلامي كان كنا نستحق فيه إلى مؤهلات باش نخاطب الجمهور ويكون عنا حس المسؤولية ويكون عنا الحضور اللي ينجم يأثر في المشاهد. هذا كله مش اختصاصنا, ولكن يكفي أنه يبدأ عندك ثقافة في المجال هذا. ومع التدريبات اللي تلقيناها الحقيقة كانت المسألة ميسرة بعض الشيء, فيها صعوبات صحيح خاصة أنه البرنامج كان يتبث مباشر, إلا أنه في النهاية كنا الحمد لله الحلقات الكلها كانوا في مستوى الانتظارات اللي كنا ننتظر فيهم. التدريبات باش نعطيك المحاور مثلا اللي تدربنا عليهم. تدربنا على توسكي بريس معناها الصحافة, أخلاقياتها وغيره, الانتربرونارية سوسيال, اسمه مهارات الاتصال, مخاطبة الجمهور, يعني حتى مهارات التناظر كيف تلقينا عليها تدريبات. تدريبات مختلفة كانت تمتد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 بعد الزوال, وأحيانا بعد زاد أحيانا توصل حتى 5 و6 بتاع العشية. كانت 10 أيام فعلا خاصة بالتدريبات مع 31 شاب وشابة من مختلف مناطق الجمهورية وكيف من مختلف الاختصاصات العلمية والأكاديمية, ونسجلوا ملاحظة أنهم الكلهم شباب خريجي جامعات باحثين يستكملوا في مسارهم الأكاديمي, فمعنا عندهم كاريتي يعني ما همش أي شباب. فعلا كان الاختيار موافق, واللي توجد في مشروع صناع الرأي فعلا يستحق أنه يكون موجود. مدام جيهان, سؤالي موجه ليك وموجه للأحسان, موجه لكم الزوز. بكري أحكينا على المناظرة هذه والبحث والآراء هذه, اللي يميزها على بقية المناظرات اللي شاركت فيها أحسان أنها هي من الواقع, معناها آراء من الواقع وشباب وعينة موجودة. النتائج متاع المناظرة هذه وإلا الآراء والبحث هذايا نجمه يكون معناها معتمد في البحوث, وانت كباحث النجم نعتمدوه معناها كمصدر للمعلومة, كمصدر للمواقف. فقط تجدر الإشارة إلى أنه أحسين كان من المشاركين, يعني في البداية شاركوا من أكثر من 180 شاب وشابة من الجهات الجمهورية الكل, تعديوا في التصفية النهائية 60 شخص
بعد ما تعدوا قدام لجنة التحكيم تم اختيار 31 شاب وشابة من بينهم أحسن كما قال لك معنية حسب الكريتير والتدريبات والدنيا الكل. كما حكيت لي كما سألتني أنت توا قلت لي هل أنه المحتوى نتاع برنامج زعمة يعني اللي هو مفهوم زوز برامج مشروع سمع الرأي يتضمن زوز برامج برنامج زعمة اللي تبث على 4 قنوات في المباشر في بث موحد وعلى حوالي 10 إذاعات جمعياتية ومحلية وفهم البرنامج الثاني اللي هو الجيل الجاي وهو برنامج شبابي رقمي يتعدى على السوشيال ميديا. المحتوى متاع برنامج زعمة جديد خاطر قبل كان عنا برنامج زعمة اللي قدم فيها الصحفي إلياس الغربي لكن ما كانش من هيك الكونسيبت كان فقط جزء مني يتم اختيارهم بعد مسابقة كل في كل حلقة وهما كل أسوزة ذوك مع ضيوفهم يتناظروا فقط. إيما الكونسيبت الجديد كان مختلف تماما وفي محتوى ثاني جدا بمعلومات صحيحة لأنه في ثم عدة فقرات في الحلقة ثم فقرة الحجاج المحاجة أنه ثم زوج من الناس كما أحسين وأمين سليبي اللي يتناظروا في آخر حلقة من الموسم الأول مع ضيوفهم ديهم وكل شخص من المتناظرين الرئيسيين معاه زوج من الناس أخرين اللي هما فريق الدعم في فقرة المواجهة يدعموا المتناظر الرئيسي في تقديم الحجج ومحاولة إقناع أو كفشية يعني بالحجج بالحجة والبرهين وفكرة بفكرة إنه يحاول يقنعك بالموقف متاعه وبالرأي متاعه تجاه الأطروحة هذيك. نعم. أيضا في وسط الحلقة أمبراليل عنا الفريق متاع الفاكت شاكينج تحري المعلومات من فريق أوان معانا تكون متواجدة مدام فردوس نوجلها تحية هي ومدام شادية خدي يسمعوا أمبراليل الحلقة ويخرجوا المعلومات وفما الشباب يرفعوا اللافتة عندهم لافتة في وسط الحلقة يرفعها إذا كان عندهم معلومة يحبوا يتثبتوا فيها ولا شاكين من الصحة متاحة يعني سيلة الحلقة هناك ضمان للمعلومة المحينة والمعلومة الصحيحة واللي كما قلت أنت ينجم يكون المحتوى مصدر لبحوث وإلا يعني لمقالات ولا حاجات يتم اعتمادها. كذلك فما التفاعل كبير الفيدباك اللي وصلنا بعد كل حلقة وبعد كل موضوع لأن المواضيع اللي تم تناولها تهم الشأن العام في مختلف المجالات السياسة الاقتصاد الاجتماع الحقوق كما مثلا الحلقة الأولى كانت حول الوقت الأزمة متاع اللي صارت ما بين الاتحاد والرئاسة هل زعم الاتحاد ينجم يحل الأزمة يلقى حل لطول الأزمة الطبوبي في حد ذاته الأمين العام اللوجيتي تابع الحلقة وتفاعل مع الشباب معناه وحب يقابلهم بعد ما تفرج فيهم أيضا هذا هو المطلوب اللي هو زعم تونس ماشية يعني الإفلاس كان موضوع زادة مهم جدا وكانت المعلومات اللي تحكت فيه والحجاج اللي تحكت فيه كذلك نجم تكون مصدر لعدة يعني للمعلومات ومصدر للبحوث كما قلنا. كما الموضوع زاد اللي تناظر فيه أحسني نجم هو يحكي لك عنه. إيه به عندك إضافة أحسن. إيه الحقيقة اللي كانت تقول فيها جيهان كله في محله ما عنديش منطف عليه. فقط باش نعلق على الموضوع الأخير اللي هو زعم المنظومة التعليمية في تونس فشلت. أنا كان الموضوع متاعي إنه ندافع إنه لا ما فشلتش. صحيح عندنا مشاكل ولكن ما فشلتش. باش نكمل على كلامك وسؤالك هل تصلح انها تكون مصدر المعلومة الحقيقية ولا لا؟ الحقيقة ايه علاش؟ لانه في انجازنا للمداخلات متاعنا وقت انا وفريقي نهارين وثلاث ايام واحنا نلوجوا على التقارير الدولية مليونيساف مليونيسكو البنك الدولي التقارير متاع وزارة التربية وغيره باش نوصلوا يعني ناخذوا معلومة موثقة ومعلومة ما يكونش فيها لا تضليل للجمهور لا محاولة تشويه الحقيقة ولا غيره وخاصة فما نقطة أخرى اللي هي تقوم عليها المناظرات هي تحليل المعطيات الموجودة فهي خطوة مهمة من خطوة البحث
من خطط الوصول إلى الحقيقة إنه نحلل المعطيات اللي متوفرة عندنا سواء أرقام سواء يعني إحصائيات وإلى غيره باش نوصله في النهاية إلى معرفة الحقيقة ويكون منطلق على شلاء باش يحفز الناس إنها تبحث في النقطة اللي عرضناها ويبحثوا على حلول إذا كان عندنا إشكاليات معنا. نعم به نرجو معك جيهان بعد هذه من النقاط المهمة بالنسبة للمبادرة هذه مبادرة مناظرة وبعد وين معناها وين بيستمشوا بالمناظرة هذه فماش تصور آخر بعد المناظرة فماش أفكار أخرى هو مشروع صناع الرأي ضمن يعني أطلقته مبادرة مناظرة عليه ثلاث سنوات المشروع يدوم ثلاث سنوات كل سنة فما شباب 30 ولا 31 شاب وشابة كما يعني اللي مشارك معاهم توا أحسن ثم برنامج الجيل الجاي حاليا بشي يتم معنا بشي يتواصل بعد شهر رمضان واللي هو ممكن يرجع بكونسيبت نوعا ما مختلف لانه يعني مش كما زعما ماهوش مثلا زوج فرق باش يتناظروا لي مجموعه من الشباب ثم المؤثرين معناها صناع المحتوى يعني كلهم متواجدين ومعهم شباب من مشروع صناع الراي يناقشوا ديما ثم الاخبار تاع الاكتواليتي وشنو ثم جديد ويعطيوا ارائهم ويكونوا هما خلينا نقول لي تنصيل معناها اللي تخلي الشباب يهتم بالمشاغل نتاع بلاده ويهتم ويدمج روحه في النقاشات اللي نتاع الشأن العام ويفهم شنو صاير في البلاد اون جينيرال. الحاجات الاخرى اللي مازالت زايدة وبينتو باش يتم اطلاقها هو الويب سايت الخاص بالشباب. شباب صناع الرأي عندهم موقع ويب خاص بهم الستيل نتاعو نوعا ما شبيه باللينكدين يعني كل شاب وشابة عنده ولا عندها البروفايل نتاعها اللي تنشر عليه المداخلات الإعلامية نتاعها المشاركات في البرنامج زعما ولا الجيل الجاي المقالات اللي تكتبهم مقالات الرأي حول مواضيع معناها داكتواليتي ولا مواضيع تهمهم وتهم الجهة نتاعهم ولا تهم الشأن الوطني أون جنرال. من الحاجات الأخرى زادة اللي نخدم عليها هي إنه بالرسمي يعني مهموش لغة خشبية ولا كلام مبرر معناها صناع رأي وكهو يعني حاجة لازمها تكون كونكريت حاجة لازمها تكون رسمية وأصلية يعني الشباب توا دورهم انباراليل احنا يعني ضمننا لهم التدريب والتكوين وتم يعني إرساء منصة ليهم لإيصال أصواتهم وأصوات الشهادة نتاعهم وأصوات الشباب اللي كيفهم وما يمثلوا الشباب الوطن معناها بلادنا تونس إنه الدور طوى عليهم هما إنه يواصلوا في الحاجة هذه ويكونوا هما المؤثرين وصناع الرأي لضمان مشهد صحي إعلامي أولا ومشهد يعني يخلينا يكون عنا أمل في شبابنا أنه هو صنع التغيير وهو الضامن للتغيير الإيجابي في البلاد ويكون من صنع رأي إلى صنع قرار في حد ذاته هو صحيح. أحسن شنو تحب تقول؟ باهي فقط باش نعلق ولا نكمل فيما يتعلق ب صناع الرأي وصناع القرار وقدرات الشباب هذون أنا عايشتهم من قريب يعني عرفتهم شخصيا على امتداد الأشهر هذه كل البرنامج هذا بدأ حضوريا وفعليا منذ شهر 12 العام اللي فات الحقيقة لكلهم يعني درجة يعني أنه يكون كفء ولا سواء بنات والأولاد أكفاء بشكل يخلي فعلا وجودي ضمنهم هو نعتبره جزء من حظي يعني اني تمكنت نكون ضمن الفريق هذا متميزين على مستوى الأداء وعلى مستوى الثقافة الواسعة بمختلف قضايا البلاد الناس تتبنى آراء وتسعى باش انها تأثر في الناس وعندهم يحملوا فعلا رؤية لأنفسهم مستقبلية يحاولوا من خلالها يكونوا عناصر فاعلة في محيطهم المحلي وإلا الجهوي وإلا الوطني وحتى في إطارهم العالم اللي هم مندمجين فيه علاش لا بالضبط بالحق راهم ناس وفيهم جزء كبير من اللي يشتغلوا في الميديا وعندهم معناها بلاتوات في الإذاعات وغيره باحثين في الجامعات
فعلا فعلا. وخاصة فما نقطة أخرى أنا نحب نحكي عليها اللي هم ما حكاوش عليهم برشا، هم الناس اللي شاركوا ما تقبلوش. الناس اللي شاركوا ما تقبلوش، صحيح أنا ما نعرفهمش شخصين، ولكن تقابلت معاهم في كانوا قراب برشا أنهم يتقبلوا، كانوا أشخاص أكفاء، كانوا بنات وولاد فعلا يستحقوا فرصة، إلا أنه المشروع ما يستوعبش الناس الكل بتبيع. ينجم يكون فمش يكون خير منا، ولكن جاه ظرف ما مكنوش يظهر بالمظهر اللي هو يحبه لروحه. فإن شاء الله في فرص قادمة يكونوا موجودين. مشروع صناع الرأي الحقيقة هو يعني جزء مضيء في الإعلام التونسي، ونتمنى أنه بالوقت يصبح الاهتمام به أكثر. علش لا في توا 4 إذاعات، علش لا يعني قنوات تلفزية، علش لا ما يتوسعش هذا، ما يوليش دائم، ما يوليش الاهتمام به أكثر عمق من حيث الإمكانيات، من حيث عدد الحصص وغيره. ونقطة أخرى باش نحب نقولها فيما يتعلق بالبرنامج زعمة بالذات، أنه حتى الليزانفيتي اللي يجيبوهم راهم عندهم قيمة، سواء علمية، سواء في يعني موضعهم في الدولة، سواء غيره. أنا الحصة متاعي كانت مع كان ضدي صحيح أمين سلامي اللي هو المتنظر الرئيس، لكن ضدي زاد نازي جلول، سينج جلول اللي هو وزير تربية سابق ودكتور وعنده خبرة واسعة في المجال هذا. كانت معايا إلى جانبي الزميلة المعلمة أستاذ التعليم الابتدائي أريج الضميد. الحقيقة فعلا من بدايته إلى منتهاه يعني يتسم بالجدية، يتسم برؤية مستقبلية للإعلام وللشباب كيفاش يحبوهم يكونوا موجودين. الشباب اللي تنتمي لهم اسمه زميلتنا معنا تو الشباب كلهم، الشباب كلهم بالحق فعلا اللي باقيين يعملوا فيه جهد جبار، لو كان نحطوا أعمارهم والإنجاز اللي يعملوا فيه فعلا شيء مبهر. بسام اسمه وجدان، كل المشاركين كلهم فعلا هذم المنظمين، لا المنظمين بسام اللي هو مدير مشروع، حتى هم شباب احسن شباب، اكبر واحد فيهم يظهر لي مازال في بدايه الثلاثينات. اما الانجاز اللي باقيين ينجزوا فيه انجاز مبهر، انجاز فعلا يخلينا ناخذ فكره ايجابيه وحقيقيه على الشباب التونسي اللي فعلا يسعى دائما، وكل وانت تتاح له الفرصه باش يكون مبدع وباش يكون فنان في المجال اللي هو فيه. هذا هو اللي حبيت اللي حبيت هذا هو اللي حبيت نختم بيها جيهان. الحمد لله ان ما دام عندنا شباب كيف هكا كما احسان واللي شاركوا في المناظره، والشباب المبدع والمبتكر واللي يشارك واللي يصنع القرار، نقول الحمد لله تونس بخير رغم الصعاب الكل، والمستقبل اللي جاي خير ان شاء الله، وان شاء الله بخطانا ثابته لمستقبل افضل لتونس. شكرا لك ايضا جيهان. كلمة الختام شنو تحب تقولي؟ أعطيك الصحة على المداخلة هذه وعلى التعاون جيهان، شكرا لك أيضا أحسن المغزاوي. جيهان شنو بشنو تحب تخدم؟ شكرا يعطيك الصحة بالحق معناها على صدرك الرحب وعلى التعاون زيدا معانا كل شيء. الحق معناها حاجة تثلج الصدر صدقني، من الخدمة بتاعي منسقة إعلامية بي آر كورديناتور، في كل مرة يعني من رأي شخصي في كل مرة بعد كل مداخلة من الشباب أقسم بالله عينيا تدمع. بالحق ما زال ثم أمل في شبابنا في تونس أون جنرال، خاطر لو كان معناها تشوف يسمع الناس ولا يراو القدرات نتاع القدرات الجبارة نتاع شبابنا اليوم، بالحق تونس بخير قدام، مستقبلا تونس بخير. نتمنى كل التوفيق للشباب الكل معناها اللي مشاركين معانا توا في مشروع صنع الرأي. ايضا الشباب اللي ما حالفهمش الحظ، ما فاتكم حتى شيء، ما كنتش خسرين بالعكس، اول شيء اكتسبتم مليون تجربه باهيه معانا، وبالعكس فما الفرصه ان شاء الله في بدايه السنه القادمه فما شباب جدد باش يكونوا متواجدين معانا في مشروع الموسم معنا الموسم الجديد من مشروع صنع الراي. ايضا تابعوا السوشيال ميديا منصات مبادره مناظره على فيسبوك، انستغرام، تيك توك، تويتر، يوتيوب، لينكدين، خاصة فيسبوك باش يتم تنزيل معناها والاعلان عن المشاريع الجديدة ان شاء الله اللي بينتو باش يتم اطلاقها تهم الشباب التونسي زيدا. نعم
يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق لكم والحمد لله. معناه عندنا شباب كيف هكا وجهان اللي نتفق عليه أن الشباب تونس فيها طاقة ما شاء الله، وقت اللي تجيه الفرصة يغتنمها بالباهي بالباهي ما شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله مستقبل تونس أفضل. مشوارنا مازال متواصل معكم في رمضان والناس.